نرحب بحضراتكم. أولى بقى فقراتنا الحوارية، معادنا بقى في الفقرة الأولى دي مع واحد من مكتشفي المواهب، مش بس هنقول في النادي الأهلي، لا هنقول في عالم التنس المصري، كابتن خالد فاروق المدير الفني لفرق التنس الار دي بي النادي الأهلي. منورنا في أول فقرة، يا صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا مهند. صباح الخير يا كريم. صباح الفل على حضرتك، سعداء بوجودك معانا. وعايزين نبتدي مع حضرتك كده من البداية فيما يتعلق بالبطولات المحلية، هل رجعت مرة تانية ولا لا بعد فترة التوقف؟ وعملتوا إيه برضه بالمناسبة في فترة التوقف نتيجة طبعا فيروس كورونا المستجد؟ هو كان موقف جديد طبعا على الرياضة كلها وعلى طبعا التنس. احنا رجعنا، الاتحاد المصري رجع النشاط تقريبا بقوة، يعني شوية تعديلات صغيرة. الدوري بدل ما هيبقى في كل المسابقات هيتلعب السنة دي في 14 ولاد وبنات ورجال وسيدات. احنا الحمد لله النادي الأهلي وصلنا السيمي فاينل في 14 ولاد وبنات، يعني تقريبا عاملين العلامة الكاملة، ما خسرناش ماتش حتى الآن. هتبتدي قبل النهائي كمان شهر، وهتبتدي بطولات الرجال والسيدات برضو لمدة أسبوع في منتصف ديسمبر، النص الأخير من ديسمبر إن شاء الله. طيب خليني أسأل حضرتك يا كابتن، مبدئيا تقييمك كده على مدار السنوات الأخيرة والأسامي اللي لمعت زي ميار مثلا شريف، وفكرة هنا إن الرياضة دي يمكن كانت السكواش أعلى إلى حد ما، ولكن التنس كمان في السنوات الأخيرة ابتدى إن هو كمان يثبت نفسه على أرض الواقع، فخلينا نعرف النقلة دي. هو دايما بنتسأل اشمعنى الاسكواش بينجز والتنس مش بينجز. ده سؤال فعلا الناس كلها بتسأله. هو الاسكواش رياضة يعني مش منتشرة الانتشار بتاع التنس. الدول اللي بتلعبها دول الكومنولث، يعني هتلاقي انجلترا، نيوزيلندا، باكستان، الهند، امريكا مثلا ما فيهاش اسكواش. امريكا فيها 22 مليون لاعب تنس، فهي لعبة منتشرة جدا في دول اوروبا، استثماراتها كبيرة جدا، حجم الجوائز يعني البطولات مثلا بتتكلم في 10 مليون دولار مجموع الجوائز بتاع البطولة. ماتش واحد تكسبه في جراند سلام تاخد 60,000 دولار. السكواش مش بالحجم ده، فهو عمال يكبر وبيدخل، بس للاسف يعني احنا سابقين فيه. من حتى لو كبر احنا هنبقى دايما سابقين في السكواش. التنس بنحاول نكاتش اب دلوقتي، احنا الموضوع بتاع ميار طبعا عامل اكسبوجر كويس قوي للتنس في مصر. ميار بتكافح بقى لها فتره طويله جدا، دلوقتي ما شاء الله هي في احسن حالاتها، ان شاء الله هتدخل جوه المية الاوائل على العالم. عملت ارقام ما حدش مصري عملها قبل كده ورا بعض، بيسموها معاها مومنتم. انا عشان جاي من خلفيه سبورت سايكولوجي، يعني في الدنيا ماشيه معاها كويس قوي اليومين دول، وهي بتكافح جامد جدا، مش عايزه تسيب الفرصه دي، لان يعني دايما لو انت بتكسب بتكسب اكتر، بتنجح بتنجح اكتر. وهي بتدير المنظومه بتاعتها بطريقه محترفه تماما. يعني طب ليه ما فيش كذا معيار؟ يعني لو هنسال، هو ممكن السؤال من بره بسيط بس لا بجد، ليه ما فيش كذا نموذج من ميار شريف؟ في الدول بتاعتنا الموضوع بيبقى فيه حته فرديه شويه. نجاح ميار المفروض نشبط فيه ونكمل بالباقيين، لان احنا في حاجه اسمها فيكاريوس وين، يعني انت بتكسب من خلال فلان. يعني لو انا في النادي الاهلي وميار من النادي الاهلي واحنا طالعين معاها وهي كسبت، طب ايه اللي يمنع ان انا اكسب؟ احنا ما كانش ده عندنا قبل كده، ما كانش عندنا مثل بتكسب بيه. دلوقتي مثلا اخوات ميار معانا في فريق النادي مصدقين، ايه اللي يمنع انا اقدر اعمل كده واعمل زي ميار. في دوله مثلا زي التشيك عندها علاقه بين ترتيبك في الناشئين تحت 14 وهتبقى كام على العالم، من كتر ما المسار ما فيهوش جابس، ما فيش حتت ما فيهاش لعيب. هو عارف ان السنه اللي قبليه عملوا كذا واللي قبليه كذا واللي قبليه كذا، فالطريق منتظم ورا بعضيه، في زي قاطره كده بتتشد. احنا هنا بقى في فراغات كبيره جدا ما بيحصلش فيها لعيب، ففي اعمار ما شافتش ابطال ومش مصدقه. بنسافر بره نلعب بطوله ولا حاجه، علشان تقنعه ان انت جامد بتاخد شويه وقت شويه، لان انت جاي من بلد ما ظهرش فيها ناس كتير، ما سافرناش كتير.